وصلنا لفقرتنا الأولى فقرة حائط صد. خلينا نطلع نشوف فقرة حائط صد ونرجع نكمل. الحقيقة بعد خسارة النادي الأهلي لمباراة الذهاب أمام سان داونز، ناس كتيرة طلعت أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي، وظهرت بعض الشخصيات بأسلوبها المعتاد. في ناس كده يعني مهما حصل ومهما غلطوا ولا بيتغيروا ولا بيتعلموا ولا حتى بيتعلموا من أخطائهم، ودي حاجة للأسف يعني ربنا يعينهم على نفسهم. الحقيقة الأهلي اللي حضرتك بتتريق على العيب فيه بيلعب في نص نهائي الدوري الإفريقي وهو ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة، لكن الحقيقة في ناس مصممة إنها تسيء لنفسها مش للنادي الأهلي. يعني ميدو النهاردة، يعني ميدو عيب اللي انت انا مش عارف هو ميدو بيعمل حاجات غريبة جدا على فكرة. ميدو شخص غريب بيعمل حاجات غريبة جدا، نشر صورة من فيلم عربي قديم وكتب عليها مودست، الغرض واضح طبعا هو السخرية من مودست، بعيدا عن ان مودست كويس ولا وحش، ولكن اللي هو عمله ده غير مقبول ولا شكلا ولا موضوعا. يا اخي عيب عليك يا اخي اللي انت بتعمله ده، حاجة غريبة جدا، خصوصا ان هي جايه من واحد اعلامي ومدرب ومعروف انتمائه. والله الواحد ما بقاش عارف يقول ايه. اتمنى يا ميدو ما تطلعش تقول ان الاكونت بتاعي متهكر، لانه ده حسابك وحسابك الرسمي. اتمنى ان انت ما تطلعش تقول ان ده متهكر. وبعدين انا هنا لا ادافع عن مودست اللي انا شايفه دلوقتي، انا بدافع عن مسيره مودست. مودست لو اتكلمت عنه، مودست مسجل في كل الدوريات الخمسه الكبرى 116 جون وصنع 25 هدف. يعني حتى انت يا ميدو لو رجعت للاهداف دي لاهدافك يعني في اوروبا هتلاقيك مسجل ربع الارقام دي، ربع يا كابتن ميدو. فما ينفعش تتكلم كده، عيب ما يصحش. لو اتكلمنا بالارقام حضرتك هتحط نفسك في مواقف بايخه جدا. طب لو اتكلمنا بالامر الواقع، انت مش موجود في البطوله يا كابتن ميدو، انت مش موجود في البطوله يا اخي كنادي، يعني كواحد مش مشجع للنادي الاهلي. بدل ما تقف مع النادي الاهلي وتساند وتدعم، انا مش منتظر منك طبعا كل هذا الامر، ولكن بدل ما تقف مع النادي الاهلي وتساند وتدعم، لا ازاي اطلع اعمل على مودست ومش عارف ايه على مروان واعمل ايه في محمد هاني واعمل ايه في الشيء. ايه يا جماعه الكلام ده؟ اعتقد ان احنا دلوقتي في عهد جديد، ودايما قلنا هذا الكلام، قلنا يا جماعه مش عايزين يعني تبقى العلاقات ما بيننا وما بين الانديه الاخرى، كل الانديه، انا ما بتكلمش على نادي معين، كل الانديه الاخرى تبقى بهذا الشكل، علاقه طيبه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي وكل الانديه. طب لو هتتكلم عن المهاجمين، ما بتتكلمش ليه عن مهاجم نادي الزمالك اسمه ايه الافريقي ده؟ سامسون ده ولا سامسون؟ ولا ده ما شفتوش؟ ولا انت عشان ما فيش دور ليك في ناديك دلوقتي فبتحاول تكسب جماهيره بالطريقه دي؟ مفيش فايده. واضح ان لازم تثير الجدل. حتى لو على حسابك في الاخر يا ميدو، في الاخر انت اللي خسران. بالمناسبه انا ما عنديش مشكله ان انت تنتقد، ولكن في حاجه اسمها فن الانتقاد. كيف انتقد؟ الاهلي لسه في البطوله ان شاء الله، يوم الاربع هنطلع ونتبسط يا رب ان شاء الله، والاهلي لسه بطل افريقيا وسيظل بطل افريقيا، وانت لسه بتتكلم يا اخي، شكلك مش هتبطل كلام، كلام وبس. أتمنى إن أنت تكون صحيت من النوم وفقت بعد ما صحيت من النوم وشربت القهوة وشوف الكلام اللي بيتقال. ما يصحش يا ميدو اللي أنت بتعمله. هروح بقى للكابتن التاني اللي في الاستوديو بتاع اللي بيهزروا، بيقعدوا يهزروا. هو حضرتك مصدق نفسك والكلام اللي انت بتقوله؟ سان داونز ايه اللي عقده بالنسبه للنادي؟ انا الحقيقه حتى ما رضيتش اجيب الارقام. الاهلي ملوش عقده في افريقيا،
الاهلي هو عقده افريقيا بالمناسبه. انا البطل التاريخي لهذه القاره. يا جماعه اللي بيتكلم ده لازم يبقى عارف بيتكلم في ايه. انتقد اداء، انت حر. انا والله لا اتكلم عن اي اداء، اللي انت عايز تقوله قوله في الاداء الفني للاعبين انت حر، ولكن لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يا سيدي خد بالك بتتكلم ازاي ومع مين. النادي الاهلي البطل التاريخي لدوري ابطال افريقيا، البطل التاريخي للسوبر الافريقي، الاكثر تواجدا في كاس العالم للانديه. مفيش فرقه النادي الاهلي ما كسبهاش في القاره الافريقيه. سان داونز اللي حضرتك بتقول عليه كذا وكذا ما خدش بطوله من النادي الاهلي. سان داونز خسر نهائي افريقيا في 2001 قدام مين؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي النادي سان داونز لما كسب البطوله كانت قصاد مين؟ كانت قصاد نادي الزمالك اعتقد 16. عارفين او عارف تحديدا الفرق في الفكر والعقليه بين الاهلي واي منافس تاني في القاره؟ ان عقليه النادي الاهلي هي الفوز بالبطوله، هي التتويج باللقب، مش الفوز في ماتش او التحفيل على المنافس. انا كاهلي ما بفكرش غير في نفسي. انا اتغلبت السنه اللي فاتت 5-2، حضرتك طلعت حفلت وغيرك طلع يحفل وده وده وطلع ده طلع يحفل. كان منظركم ايه بعد نهايه البطوله وخدت والنادي الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا؟ كان منظركم ايه؟ انا عارف ان انتوا عشان ما بتكسبوش كتير فانت بتنتظر اي مكسب لفرقتك اللي انت بتشجعها مهما كان لونها، ابيض اسود احمر زي ما انت عايز، مش احمر طبعا ولكن اي لون تاني. فاللي بقوله انا مش مستني اكسب ماتش وافرح بيه واقعد احفل شفته بقى والبتاع وانا قلت لكم، لا انا هدفي دايما البطوله النهائي. هو ده فارق العقليه اللي مخليك مكمل في استوديو. هرج واضحك زي ما انت عايز، تحر جمهورك قد كده وما بتظهرش الا مع كل تعثر للنادي الاهلي. ولكن حتى الان انا لا اجد تعثر للنادي الاهلي الا باستثناء انها يعني هزمتنا في السوبر الافريقي. المباراه الاولى اتغلبنا 1-0 في مباراه الذهاب امام سان داونز، ولكن هتشوف الفرق ما بين النادي. مش انت كل واحد اتكلم وكل واحد لا يثق في لاعيبه النادي الاهلي، وانا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي او 90% من جمهور النادي الاهلي بيثق في لاعيبته وبيقف مع لاعيبته وهيقف مع لاعيبته من الاربع اللي جاي. احنا ده اللي اتغلبنا فيه 1-0 ده ماتش الذهاب، لسه ماتش ايه؟ العوده. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونؤدي مباراه جيده، النتيجه دي بتاعت ربنا في النهايه، ولكن ان شاء الله ربنا هيكرمنا وان شاء الله نطلع جمهورنا اللي يبقى في الاستاد فرحان ومبسوط وسعيد.